بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده الحج إلى بيته الحرام الذي أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا في مكة، في هذا البلد الأمين وهذه البلدة الحرام، وهذا البلد الذي شرفه الله عز وجل وكرمه، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت ليكون بيتا يحج إليه الناس، ثم أمره الله عز وجل أن ينادي على الناس بالحج، ثم فرض بعد ذلك على لسان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي دل الله سبحانه وتعالى إبراهيم على مكان البيت، فأتى إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وزوجه أم إسماعيل إلى هذا الوادي السحيق، واد لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان ولا شيء، ثم بنى لله سبحانه وتعالى بعد ذلك بيتا الذي دله الله سبحانه وتعالى عليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا إعلان الحرب على الشرك وعلى أهله، فإن العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا إنما هي كلها حرب على الشرك، وحرب على سعادات وسلوكيات المشركين، وعلى ما يفعله أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الطغيان. ولذلك كان حج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حج خال من الشرك، لقد كانوا يلبون بالشرك ويطوفون بالشرك ويسعون في الشرك ويقفون في الشرك، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبذ الشرك والوثنية. لقد كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فيجعلون مع الله عز وجل شريكا في تلبيتهم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فكان يثبت أنه لا شريك له سبحانه وتعالى، هو الإله الأوحد، هو الواحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك ولا معين ولا مشير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما أنه هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر الحاكم سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. كانوا يطوفون وحول الكعبة الأصنام يعبدونها من دون الله، على رأسها هبل الذي جاءوا به من الشام، وكان أول من جاء بالشرك في جزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي، وكان رجلا محترما في قومه وكانوا يحبونه وكان يبذل الخير. فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام من دون الله، فاستحسن ذلك فرجع إلى قومه بصنم من العقيق الأحمر، وهو الذي كان يسمى هبل، وكان مقطوع اليد اليمنى، فجعلوا له يدا من ذهب، ثم دعا قومه فأجابوه إلى عبادة الصنم، ثم تبعهم العرب بعد ذلك، وما زالوا يأتلون باللات والعزى ومناه وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، حتى بلغ حول الكعبة 360 صنما يعبدون من دون الله. حين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا وجد حول الكعبة أكثر من 360 صنما، فكسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كانوا يطوفون بالبيت عراه ويحجون شاهدين على أنفسهم بالكفر بعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، فأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان الرجل إذا جاء أو المرأة من خارج الحرم إذا أراد أن يطوف، إما أن يعطيه أحد من قريش ملبسا أو لباسا يطوف به، وإلا طاف عريانا أو طافت المرأة عريانا عريانة. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا عباد الله لا يخرجون إلى عرفة وهم مبتدعين في دين الله عز وجل، ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفا لأهل الجاهلية ولعادات أهل الجاهلية، فقرأ: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأفاض مع الناس من عرفة عليه الصلاة والسلام. وكانوا إذا انتهوا من حجهم يذكرون آباءهم ويتفاخرون بهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغيرا لعادات الجاهلية التي كانوا عليها. كان منهم من لا يسعى بين الصفا والمروة، ومنهم من يسعى بين صنمين، صنم كان على الصفا وصنم كان على المروة، فتحرج الناس من ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ودمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إساف ونائلة، صنمين كانا على الصفا والمروة، كان المشركون يسعون بينهما. فإن الحج عباد الله حرب على الشرك وحرب على الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عرفة فقال: ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم أضع من دمانا، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيل، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع. فإن النبي صلى الله عليه وآله
عليه وسلم وضع كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدميه، وينبغي أن يكون الأمر كذلك عباد الله. فهؤلاء الذين يدعون إلى حكم غير حكم الله، أو يدعون إلى دولة مدنية أو ليبرالية أو علمانية أو اشتراكية أو شيوعية، إنما يدعون إلى جاهلية مقيتة عافنة ينبغي أن تكون تحت أقدامنا كما وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن نعظم أمر الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل، فإنه أمرنا أن نكون حربا على الشرك، وأن نكون حربا كذلك على أهل الشرك، وأن نكون حربا على عادات وتقاليد المشركين، وأن لا نتشبه بهم في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نخالف كل المشركين، وبين أن من تشبه بقوم فهو منهم، أو أن الله سبحانه وتعالى يحشره معهم، وأن الولاء ينبغي أن يكون لله، أن الولاء ينبغي أن يكون لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى بين أن حزبه هم الذين يوالونه ويوالون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويوالون المؤمنين. وإن موالاة الله عز وجل تعني معاداة أعداء الله عز وجل الذين يحاربون الله عز وجل ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر والشرك والطغيان، وكذلك بسعيهم لإبطال حكم الله عز وجل، أو أنهم يريدون تحجيم هذه الديانة وحبسها في الصدور في القفص الصدري أو في داخل المساجد، وأن لا يكون لها أثر في العباد ولا في البلاد. فإن هؤلاء حرب على الله عز وجل، وحرب على رسوله، وحرب على المؤمنين. وينبغي عباد الله أن نعظم أمر الله سبحانه، فإن الله عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمره أن ييسر أمر الطاعة للعباد، وكل معسر لأمر الطاعة فإنما هو من أعداء الله عز وجل. إن من أشرف العباد والعبادات والقرب أن تيسر أمر الطاعة للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيا من أولي العزم من الرسل وهو إبراهيم عليه السلام، وإسماعيل ابنه وهو كذلك ممن ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم، وهو نبي هؤلاء العرب وهو أول نبي للعرب. فإن هؤلاء عباد الله هذان النبيان أمرهم الله عز وجل أن يطهر البيت وأن يعدوا هذا البيت للطائفين بالكعبة والقائمين يعني والعاكفين عند البيت والركع السجود الذين يركعون لله سبحانه وتعالى وله يسجدون. فالذين ييسرون أمر الطاعة من دعوة الناس إلى الله عز وجل والأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل والإتيان بهم إلى حيث تكون طاعة الله عز وجل وتيسير الطاعة لهم في المساجد وإعداد الدروس التي تؤهلهم ليكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء من أشرف الناس. فإن الله عز وجل كلم نبيه فأمره بذلك كما قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا من أشرف الأعمال عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد فوجد أعوادا في المسجد، فقال: أين المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني التي كانت تكنس المسجد؟ قالوا: ماتت ودفناها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لما لم تخبرونني بذلك؟ فقالوا: كنت نائما وكرهنا أن نوقظك. فجمع أصحابه فصفهم خلفه وكبر على قبرها أربعا تشريفا لها، لأنها كانت تطهر المسجد وتنقيه من الأعواد، وكانت تقم المسجد وتهيئه للمصلين وللعاكفين
العاكفين في هذا المسجد، فكل من ساهم عباد الله في بناء المساجد أو في تطهيرها وتطيبها أو في إعداد المصلين لها أو تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى أو في تأهيل كل العباد الذين يريدون طاعة الله عز وجل أو إجابة السائلين إلى سؤلهم عن دين الله عز وجل، فهؤلاء من أشرف الناس كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى له هذا البيت أن يصعد على أعلى جبل بمكة وهو جبل أبي قبيس، ثم يعلن للناس أن الله بنى له بيتا فحجوه. فصعد إبراهيم عليه السلام وهو يتلفت يمنة ويسرى لا يجد أحدا يجيبه إلى ما ينادي عليه، ولكنه ائتمر بأمر الله سبحانه وتعالى كيف وهو الذي ابتلاه الله عز وجل وجعله إماما للناس، وذلك لأنه تخطى كل الاختبارات التي اختبر فيها إبراهيم عليه السلام. فصعد إلى أعلى جبل أبي قبيس وقال يا أيها الناس إن الله بنى له بيتا فحجوه، فلبت الخلائق في أصلاب آبائهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، نجيبك إجابة مستمرة لا نجيب الله عز وجل مرة واحدة، ثم بعد ذلك ننغمس في المعاصي والآثام وفي الشرك والكفر والعصيان، وإنما نحن في إجابة مستمرة لله عز وجل، نجيبه إذا دعانا للصلاة ونجيبه إذا دعانا للصيام ونجيبه إذا دعانا للحج ونجيبه إذا دعانا للزكاة ونجيبه إذا دعانا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجيبه إذا دعانا إلى أكل الحلال وترك الحرام وفعل الطاعات وترك المنكرات، فنجيبه إجابة دائمة على مدار يومنا وعلى مدار عمرنا، فنحن في إجابة دائمة لله عز وجل، نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ملكك ولا شريك لك في طاعتك سبحانك، فإننا نعبده وحده لا شريك له، لا نجعل مع الله عز وجل شريكا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما نقول أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره سبحانه وتعالى. فإننا نختلف عن كل من يزعم أنه يعبد الله عز وجل، فالذين يزعمون أنهم من أهل الكتاب وأنهم يعبدون الله عز وجل فإنهم لا يعبدون الله في الحقيقة، وإنما يعبدون غير الله لأنهم يعبدون الثالوث، يعبدون الثالوث الآب والابن والروح القدس، ويقولون أنهم إله واحد، يعبدون لا إله حل في إنسان ومشى على الأرض وكان جوعان وكان يأكل ويشرب ويتبرز وينام، ثم ادعوا أن الإله يموت ثم يبعث بعد الموت، وكل ذلك عباد الله خرف في العقول، خرف في العقول وجنة بهم، فإن هذا لا يتصور في الإله الذي هو على كل شيء قدير وبيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سبحانه وتعالى قائم على أمر عباده وعباده قائمون به، لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، ولو وكلهم إلى أنفسهم طرفة عين لهلكوا، فكيف يموت ويتركهم ثلاثة أيام ثم يبعث بعد ذلك، فمن كان يمسك السماء أن تقع
على الأرض، ومن كان يمسك الأرض أن تميد بكم، ومن كان يصل بالأرزاق إلى أفواهكم، ومن كان يرزق الأجنة في بطون أمهاتهم، ومن كان يجري السفن في هذه البحار والمحيطات، ومن كان يطعم هذه الحشرات ويصل إلى جحورها بالطعام والشراب. من الذي كان يفعل ذلك حين مات الإله؟ وحين بعث بعد ذلك من الذي أماته ومن الذي بعثه؟ إن هذا عباد الله خرف في العقول. والآخرون يعبدون العزير من دون الله، يعبدون نبيا من أنبياء الله، يعبدونه من دون الله ويجعلونه نبيا، ويسبون الله عدوا بغير علم، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويقولون أن الله يتعب ويجهل ويمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويدعون أنهم من أهل الكتاب. ثم تخرج أصوات ممن ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى العلم فيقولون هؤلاء مؤمنون كما أننا مؤمنون، لأنهم يعبدون الإله. هؤلاء لا يعبدون الإله الحق الذي نعبده نحن، إنما يعبدون الشياطين. فالشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه، وهو الداعي إلى عبادة غيره، وليس ثمة إله يعبد بحق إلا إلهنا الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما عبد من دون الله فإنما عبد بالباطل والعياذ بالله، وكلهم كفار. لا يقال على كما يقولون نريد أن نقول لهم الآخر وغير الآخر، أننا لم ينبغي أن نتعايش مع الآخر، وينبغي أن نستمع للآخر، وينبغي أن نقبل الآخر، وينبغي أن لا نحصر الحق في أنفسنا. الحق محصور في ديننا، الحق محصور في كتابنا، الحق محصور في سنة نبينا، الحق محصور فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحق محصور فيما دان به أهل الإيمان. فإن الحق عباد الله محصور في القرآن، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله عز وجل عن كتبهم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إن كتابنا حفظه الله سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الكتب التي بين أيديهم، وهي كتب كثيرة تصل إلى 40 إنجيلا، ليس فيهم واحد يتشابه مع الآخر، ويقولون هذا من عند الله. أي هؤلاء من عند الله؟ أما نحن فكتابنا واحد، ليس فيه تصحيف ولا تحريف ولا تبديل، مذ جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القاصي والداني من أهل الإسلام من الشرق والغرب والشمال والجنوب، فإنما هو كتاب واحد الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما عدا هؤلاء فإنما هم الكفار. هم يريدون ألا نقول لا إله إلا الله، وإنما يقولون أن هناك آلهة، وأن كل إنسان يؤمن بإله فإنه يكون مؤمنا، وأنه يدخل الجنة، ومن يعتقد ذلك فيكفر بالله العظيم ويخرج عن ملة المسلمين. لا يكون مؤمنا إلا من آمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمن بملائكته. فإذا لم يكن كذلك فلا يكون مؤمنا. لا يكون مؤمنا من لا يؤمن بالقرآن، ولا يكون مؤمنا من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانوا حتى يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يكونوا من أهل الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لقد هرول الناس إلى بيت الله الحرام، وجاءوا إليه من كل فج عميق، وجاءوا إليه من كل مكان سحيق.
من أماكن بعيدة جاءوا مشيا على أرجلهم وراكبين على الدواب من كل أصنافها وألوانها عبر التاريخ، يقصدون بيت الله الحرام، حتى من قطع عنه الطواف والناس لا يزالون يطوفون بالبيت ليل نهار في كل وقت وآن وفي كل ساعة من ساعات النهار والليل، يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا البيت عباد الله ليس للإنسان أن يحجه مرة واحدة، وإنما هذا لا يشبع منه الإنسان. إذا ما رأى الإنسان البيت وطاف به وسعى بين الصفا والمروة وصلى عند مقام إبراهيم وشرب من زمزم ودعا عند الملتزم، فإنه لا يشبع من ذلك أبدا، وإنما يكون قلبه معلق بالبيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مثابة للناس يثوب الناس إليه بعد المرة، الحنين والشوق عند من رأى البيت، وعند من حج البيت، وعند من طاف بالبيت، وعند من صلى عند المقام وشرب من زمزم، الحنين عنده أشد، لأن يثوب إلى بيت الله الحرام، أن يعود إليه مرة بعد مرة. كل مكان إذا زرته مرة أو مرتين فإنك عبد الله تمله بعد ذلك، تمله بعد ذلك، لا تريد الذهاب إليه إلا هذا المكان. جعل الله عز وجل هذا المكان معلق في قلوب أهل الإيمان، يثوبون إليه المرة بعد المرة، ويأتون إليه من كل فج عميق ومن كل مكان سحيق بعيد، يأتون إليه على كل وسائل المواصلات، سواء كانوا على أرجلهم أو على الدواب، أو كان ذلك عباد الله على الوسائل الحديثة من وسائل المواصلات. إذا نظرت إلى الحجيج، منهم من يأتي بالسفن، ومنهم من يأتي بالطائرات، ومنهم من يأتي بالسيارات، وكل هؤلاء يأتون إلى بيت الله الحرام. أفواج تأتي إلى بيت الله من كل مكان ومن كل جانب، يأتون إلى بيت الله الحرام. الناس يتكلمون بألف لغة وآلاف اللهجات، يطوفون بالبيت كلهم يقولون يا الله يا الله، وهم يطوفون بالبيت الحرام، والله عز وجل يسمع كلامهم، لا يختلف عليه لسان على لسان، ولا لهجة على لهجة، ولا دعاء على دعاء، يسمعهم الله عز وجل ويجيب دعاءهم أجمعين. وهم يتكلمون بلغات مختلفة ولهجات مختلفة، وفي صوت واحد يسألون الله عز وجل، وسؤلهم لا يختلف على الله عز وجل، يجيبهم الله عز وجل إلى سؤلهم، ويردهم الله عز وجل إلى بلادهم سالمين غانمين. قد فتح الله عز وجل عليهم، وغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم، ورفع الله عز وجل لهم مقدارهم عنده سبحانه وتعالى. وكل ذلك عباد الله بإتيان هذا البيت وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع دنيوية ومنافع أخروية. أما الدنيوية فالتجارة التي تقوم في هذا المكان، إن أعظم سوق في العالم ينصب في هذا المكان، مليارات من الريالات تروج في هذا المكان في زمن يسير. هذه الفنادق التي تقام حول هذا البيت والتي يسكنها الحجيج، وهي من أغلى الفنادق في العالم، أي سعرها من أغلى الفنادق في العالم، فإنك ربما تستأجر أياما معدودة تدفع فيها مئات الآلاف من الريالات. وذلك عبد الله لما جعل الله عز وجل لهذا المكان من المكان، زد على ذلك ما يباع من الطعام والشراب، زد على ذلك ما يباع من الملابس وما يباع من الأجهزة، تأتي من كل مكان، من كل بلاد الدنيا، ثم تعود إلى كل بلاد الدنيا. وذلك كله جعله الله سبحانه وتعالى في مكان ربما إذا نظرت إليه في الماضي
وجدته واد لا يمر به أحد، لأنه ليس فيه شيء تقوم به الحياة. ولكن انظر إلى هذا المكان في هذا الوقت من الزمان، تجده لا ينام بالليل ولا بالنهار، ولا تعرف ليله من نهاره، ولا تنقطع عنه الأضواء، ولا يجد الإنسان وحشة في السير في طرقه، بل الطرق مزدحمة بالليل والنهار بالسيارات وبالناس وبالطواف بالبيت العتيق وبالساعين بين الصفا والمروة وبالمصلين والعاكفين والداعين حول بيت الله الحرام. كل ذلك عباد الله إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. من كل فج عميق أتوا يرجون منافع لهم عند الله سبحانه وتعالى دنيوية، ويرجون منافع أخروية، أن يعودوا مغفورا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والحج يجب ما قبله. وقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا الجنة. ولذلك كان سعي الساعين إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حجيج بيت الله الحرام من هذا العام ومن كل عام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام أن ينادي على الناس، فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهؤلاء يذكرون الله سبحانه وتعالى في أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، يذكرون الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه البهيمة التي حملتهم إلى هذا المكان، وهذه البهيمة التي منها يأكلون، والتي منها يلبسون، والتي منها يجعلون بيوتهم من الجلد ومن الوبر، كانوا يجعلون بيوتهم منها ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها، وتحملهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما تحمل متاعهم أيضا إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذه نعمة من الله عز وجل، أمرهم الله عز وجل أن ينظروا إلى نعمة من نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم الله عز وجل على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه من هذه النعمة، وهي نعمة الأنعام، فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لا ينفرد الإنسان بنفسه، وإنما ينبغي أن يقوم بغيره، أن يقوم بالتكافل مع المسلمين الفقراء والمساكين، وأن يعطيهم مما يأكل، وأن يلبسهم مما يلبس، فإن ذلك فيه عناية بالمجتمع ورفعة بمجتمع المسلمين، حتى لا يكون بينهم ضائع ولا جائع، لا يكون بينهم ضائع ولا جائع، ولا يكون بينهم عار ولا في غير سكن. وإنما ينبغي أن يكون الناس في حالة من الأمن والطمأنينة والسكن، قد ألبسهم الله سبحانه وتعالى مما ألبس الأغنياء، وأطعمهم الله عز وجل مما أطعم الأغنياء. لا ينبغي أن تكون الأموال دولا بين الأغنياء فقط، بل ينبغي أن يكون منها نصيب للفقراء، كما يكون كذلك من حصاد الزرع، كما يكون كذلك من الأنعام التي هي من الإبل ومن البقر ومن الأغنام، فهذه فيها زكاة ينبغي أن تدفع إلى الفقراء حتى يكون عندهم كل صور المال، المال في صورته النقد، والمال في صورته الحيوان، والمال في صورته الزرع والحصاد، فإن هذه هي أنواع الأموال، وهي ينبغي أن يكون من كل هذه الأنواع أن يكون منها قسط يدفع إلى الفقراء حتى يرون كل أنواع الأموال. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ثم ليقضوا تفثهم، أي أنهم يزيلون ما ألم بهم من الأتربة والغبار ومن طول الشعر وغير ذلك، فيحلقون رؤوسهم ويضعون الغبار عن أبدانهم، ويغيرون ملابس الإحرام ويلبسون ملابسهم التي جاءوا بها، ثم بعد ذلك يطوفون بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم التي نذروها إلى البيت من الذبائح غير الهدي التي نذرت إلى البيت، فإنهم يذبحون ذلك ويقدمون ذلك لفقراء المسلمين عند الحرم. ثم بعد ذلك ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الركن يعقبه طواف الوداع مغادرين بيت الله الحرام كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ينبغي عباد الله أن نعظم حرمات الله، لا ينبغي لنا ولا يجوز أن نقترف معصية أمرنا نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، أو نفوت طاعة أمرنا الله عز وجل بها، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله. ومن تعظيم حرمات الله تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وجعل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه هما الحكم بيننا، أي بين المسلمين. إن من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ينبغي عباد الله ألا يكون العبد المؤمن سلبيا في المجتمع، فينبغي أن ننهى عن هذه المنكرات التي انتشرت، هذه المنكرات التي انتشرت في بلاد المسلمين من العري والتبرج والسفور وبيع المسكرات والمخدرات وانتشار السرقة والبلطجة وغيرها. فينبغي أن يكون المسلم مانعا من ذلك، وينبغي أن يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر، لأن ذلك من تعظيم حرمات الله. لا يليق بالمسلم المعظم لحرمات الله أن يسمع المنكرات بأذنيه وأن يرى المنكرات بعينيه ثم يقف منها موقفا سلبيا، بل لا بد أن يكون هناك موقفا إيجابيا، ولكنه ينبغي أن يكون هذا مرتبطا بالتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإنكار المنكر وتنظيف المجتمع مما يكون فيه من المخالفات الشرعية، والسعي عباد الله إلى دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله عز وجل، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. فإننا ينبغي عباد الله في هذه الأيام التي أنعم الله عز وجل علينا فيها بشيء من الحرية أن نسعى في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وفي السعي إلى إقامة دين الله عز وجل، وإلى تعليم الناس التحاكم إلى شرع الله وليس إلى القوانين الوضعية الحقيرة الوضيعة التي هي زبالات أفكار البشر، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالأمر عباد الله في الحج أمر ينبغي أن ننظر إليه من حيث ما جعل الله عز وجل فيه من الدروس والعبر، سواء كان ذلك في التلبية أو في الطواف، أو كان ذلك في السعي بين الصفا والمروة، أو الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة، أو كان ذلك في رمي الجمار أو المبيت بمنى أو النحر والحلق وغير ذلك، فإنها كلها عبادات مليئة بالعبر والدروس ينبغي أن نقف عندها وأن نستفيد منها. وينبغي عباد الله أن نستحضر النوايا الطيبة في أن كل إنسان منا ينبغي أن يكون عنده نية الحج. لا ينبغي لإنسان أن يتعذر بأنه ليس له مال أو أنه عنده كذا وكذا مما يشغله، بل لا بد أن يستحضر النية الصالحة، فإذا حيل بينه وبين الحج لأنه لا يقدر عليه أو شغله من المشاغل ما منعه من الوصول إلى البيت، فإنه ربما يؤجر كأنه حج. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، حتى لو مات على فراشه يكون مثل الشهيد. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو عائد من تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر منعهم العذر.
العذر، فإذا منعك العذر بعد ذلك مع نية صادقة أنك تنوي أن تحج البيت فإنك تؤجر بإذن الله، ونية العبد قد تكون أبلغ من عمله. وعلى القاصدين إلى بيت الله الحرام أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، فإن دعوة المظلوم على الظالم مجابة، وكذلك لا يقبل الله عز وجل دعوة من الظالم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي أحدكم أشعث أغبر، يطيل السفر، مطعمه حرام ومركبه حرام، وغذي بالحرام، ثم يقول: يا رب يا رب أنى يستجاب له، أي كيف يستجاب لهذا الظالم الذي أكل الحرام وركب الحرام؟ فإن الله لا يستجيب لدعائه. فينبغي على الحاج أن يرد المظالم إلى أهلها، وينبغي أن يكتب وصيته قبل سفره، لأن السفر مظنة الهلاك. فينبغي أن يكتب وصيته، وكل أمر يحب أن ينبه عليه ينبغي عليه أن يكتبه في وصيته، وينبغي عليه أن يودع أهله وأن يودع أقاربه لعله لا يعود إليهم مرة ثانية، لأن كما ذكرنا أن السفر مظنة الهلاك. وينبغي عباد الله أن ينتوي حجا خالصا لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، فإن من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أي فضحه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الذين يخرجون للحج حتى يلقبون بلقب الحاج، فإن هؤلاء لا حج لهم عند الله سبحانه وتعالى إذا كانوا يريدون ذلك. ينبغي أن يريد العبد وجه الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وينبغي للعبد إن كان له رحم قطعه أن يصله قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فإن قطع الرحم من أعظم الذنوب ومن أجرم الجرائم. فينبغي للعبد أن يتخلص من الذنوب والآثام بتوبة صادقة نصوح، وينبغي أن يكون ماله الذي يحج به من حلال لا يكون من حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أن يكتب لنا حج بيته الحرام في هذا العام ومن كل عام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وفي كسوفا ومقدونيا والجبل الأسود، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم مكن لنا ولهم دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أنزل عليهم غيثا مغيثا، اللهم أنزل عليهم غيثا مغيثا، اللهم أنزل عليهم غيثا مغيثا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.